هنعمل ويكه بالعدس. انا جايبه هنا حوالي نص كيلو من الباميه، وعندك مفرزه او طازه زي ما يكون، وعندي حوالي كوبايه من العدس. تمام، هنغسل العدس ده طبعا لازم. عندي عدس وبصل وتوم، مكعب مرق وسمنه والباميه. هنعمل ايه؟ اوريك دلوقتي حالا. سخن بس الحله اللي هشتغل فيها. ماشي خلاص، لغايه ما هتلاقي الميه بقت بيضه بقى، يعني مش بيضه، يعتبر شفافه، يعتبر شفافه. هروح بقى ايه، هاخدها على النار. العدس ومعاه ميه. العدس ومعاه بصلايه كده وسن الثوم، واخليه يتهري على النار. تمام، هيبقى عندي بقى ايه، توم تاني، توم وسمنه وكزبره ناشفه، دول الطشه، ومكعب مرق دلوقتي هنحطه، بس هو ممكن احطه من دلوقتي، والايه الويكه. نسوي الاول العدس شويه، اسوي العدس شويه وبعدين انزل الويكه. تعالوا بقى نروح نشوف العدس، هو ما بياخدش وقت خالص يعني، على ما يستوي العدس بالبامية او البامية بالعدس بالويكة. هنا دي ما فيش اي حاجة غير ان انا حاطة عدس فقط وبصل وتوم. بصوا بقى كده اهو، هحط بقى البامية بس هتسيبيها حبة بقى كده كده، ده ما فيهوش لا بطاطس ولا جزر ولا اي حاجه. انا عايزه بس ميه مغليه ثانيه، هستنى ممكن ناخد من دي، ماشي زي بعض، سيبها تغلي حبه عشان الباميه تاخد الباميه بس، فهخليها شويه كده كمان واغطيها واسيبها تغلي تاني. العدس مع البصل والثوم والميه بيغلوا، حلو الكلام. هنزل عليه الباميه اللي احنا مخرطينها كده ايه، حلقات. بتطبش ازاي العدس؟ مش محتاج اي حاجه، ولا محتاج خلاط ولا محتاج اي حاجه. ونحط بقى الباميه فيه ايه؟ تستوي. لو عايزه ميه نضيف لها ميه مغليه. انا حاطه فيها مكعب مرق، وحطيت فيها مكعب مرق، ما حطيتش فيها ملح وفلفل. ولا سنة صغيرة ملح وسنة فلفل. لسه فاضل لي بقى فيها الطشة فقط لا غير، بس لما البامية تستوي. تمام، هي قوامها كده حلو قوي. تعالوا بقى نعمل لها ايه، الطشة اللي بالثوم. هناخد بقى كده شوية يا سمنة يا زيت زي ما انت عايزة. والكزبره الناشفه، معلقه سمنه تسخن بس، وهتحطي بس تسخن هحط عليها معلقه ثوم مفروم ومعلقه من الكزبره الناشفه بعد الثوم ما ايه ما يسخن معايا شويه. يس، دي طشه الويكه. معلقه كزبره ناشفه، احمر التومه، الله على الريحه. هناخدها بقى كده
وهننزل بيها على الايه العدس اللي بالويكه. بسم الله. وناخد بقى كده منها كبشه كده. بس تحفه ما شاء الله. عيش بلدي بقى مخلل بصل اي حاجه عايزه تخفي القوام عن كده خفيه، وعايزه تشربيها شوربه كده اعمليها، بس هي بالعيش احلى. في ناس بتحبها كده، ناس بتحبها كده. بس خلاص عشان مع النار بقى، هي مش محتاجه تحط على النار تاني، هي خلاص